السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موديل Element Definition Matrix، ده تعريف للموديل هيبقى سلم ازاي. فهنا متقسم Uniformat Level، ده بيبقى عبارة عن تقسيمات العناصر، يعني الحاجات الخاصة بالأشياء هتبقى واخدة ايه. طب الحاجات اللي تحتيها بقى اللي هي الفاونديشن اللي تحت السبستراكشر هيبقى اسمها ايه؟ 10. طب الفاونديشن متقسمة لكذا حاجة هتبقى ايه؟ 10 10. طب لو في حاجة تانية هتبقى ايه؟ 10 10 بوينت 10 بوينت 20 بوينت 30 وهكذا. فده بيساعدني ان انا افهم او اقسم المشروع بتاعي لقطع صغيره، وكل قطعه فيهم او كل جزء ببدا اقول ده هيسلم مثلا في المرحله ديت هيسلم ال دي 100، في المرحله اللي بعديها هيسلم مثلا ال دي 200. لا هسلمه لك هنا في اول مرحله ال دي 200، لا هسلم مش هسلمه اصلا. يعني في بعض العناصر ممكن تقول لا انا مش هسلمه، مثلا التسليح مش هسلمه. دي بتتعمل قبل ما نبدا شغل بحيث نبقى متفقين ايه الحاجات اللي انا منتظرها. يعني مثلا التسليح مثلا انا مش هسلمه، في حاجات معينه ممكن تقول لا انا مش هقدر اسلمها، لا ده انا هقدر اسلم لك معلومات في اول مرحله وهكذا. دي بتفيد التنسيق. وانت لو عندك اي مراحل بتبدا تعلم على دول مثلا وتكررهم حسب مراحل تسليم المشروع بتاعك. فدي بتحل مشاكل كتير جدا، ان احنا اثناء ما احنا شغالين اقول له ده اللي دي 100 مش مستلمه، فيقول لا ده مش في قلب المرحله دي. فالعادي بتاع مثلا ان الدي دي كلها 100، بس ممكن تكون انت عندك حاجه تعديل معين فبتبدا تكتب اذا كانت دي مثلا 200 دي مش هتتسلم وهكذا.